لأنه كان صديق عمير رباني أنا في حي الضناقلة، وكان بيتردد عليه في البيت، وكنت أشوف عبد العزيز في الوقت ذاك في بداياته بغني. ومن مميزات عبد العزيز في الوقت ذاك الحياة الطريفة، عبد العزيز كان بيلبس كسكيتة، نعم، فمشهور بها جدا زي كاوبويات. وثانيا أنا سعيد الحقيقة بهذه المشاركة المتواضعة، لأنه بحس بأن هنالك دين عبد العزيز أغرضني أشياء جميلة في حياتي، فده النذر اليسير في بحر عطاء عبد العزيز نحوي وأسرتي وأصدقائي، والسعادة الغمرنا بها لحد ما توفاه الله يرحمه الله في هذه المناسبة وفي كل مناسبة. وأنا أؤكد لأخونا محمد الريح، بالرغم من 28 سنة مرت في 4 أغسطس هذا العام على رحيل عبد العزيز، لكن عبد العزيز لم يرحل عن قلوبنا أبدا، وذكرياته وأغانيه في وجداننا. غاب الجسد، نعم، وبقيت السيرة، نعم، والمسيرة. والمسيرة إن شاء الله نحن راجعين، نعم، لأخونا عوض عشان برضو يعني يقتطف لنا من 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 رياض عبد العزيز الغناء ويختار له واحدة من الأغنيات. لكن داير أقول الأغنية الأولى اللي غناها نصر الدين وعوض هي أحلام الحب للشاعر، نعم، محمد علي عبد الله الأمي، ودي كانت يمكن أول تعامل بين، نعم، عبد العزيز وبرع محمد دفع الله، زي ما حيجي إن شاء الله في حديثنا كيف التقيا. وزمن ذاك الأمي كان في الأبيض، وعبد العزيز تم برع تم نقله للعمل في مستشفى الأبيض، نعم، فالأمي اداه هذه الأغنية عشان يلحن لما كان برع هو من العارفين بإمكانيات عبد العزيز، فما تردد إطلاقا في أنه يقدم له هذه الأغنية وأصبحت من الأغنيات الشهيرة. عوض مرحب بك، ودار لنا لمحة غنائية برضو يعني في رحاب عبد العزيز محمد داود. في البداية أهلاً.